هروح للدكتور حسام يوسف. يمكن اللي ما يعرفش طبعا دكتور حسام يوسف او ما يعرفش عنه الخلفيات، هو طبعا معد النادي الاهلي. كابتن حسام يلعب زي ما يلعبش، يؤدي زي ما يعني ما يؤديش نفس الاداء، نفس الروح، نفس القوه، نفس الالتزام. لو ما لعبش دقيقه برضه نفس الالتزام. قصه كبيره وقدوه لكل لاعب عايز يبقى نجم في اخلاقه ونجم كمان في لعبه. يعني يا دكتور بامانه انا بحييك. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. هو الواحد بيراعي ربنا في شغله، وبحاول ان انا اطلع اقصى حاجه عندي في كل الاوقات زي ما حضرتك بتقول، سواء بلعب او ما بلعبش. لو ما بلعبش بحاول اساعد زمايلي. الناس يعني كلها بتتقبل مني الكلام الحمد لله، ان انا بحاول ان انا ارشدهم للطريق الصح. دي حاجه بتزودني انا عند الناس الحمد لله رب العالمين، وربنا كفينا في الاخر الحمد لله بالبطوله. يعني يمكن انت بتلعب طبعا او في نفس المركز مع عبد الله عبد السلام نجم الفريق وصاحبك اكيد طبعا ورفيق دربك، ويعني ودايما تزاملتوا في 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 مواقف كثيره، وافتقدنا جهوده في المنتخب نتيجه الاصابه، فانت شلت الحمل يعتبر لوحدك. بالظبط. دخلت ازاي؟ لان خلي بالك برضو ان انت لما بتخش بطوله وانت حاسس ان الحمل عليك، انت محتاج توزع مجهودك، محتاج ترتب تفكيرك. لعبت الجيم ازاي؟ ازاي اثناء البطوله؟ بالظبط. هو كان من الموضوع بدا من قبلها بشويه، احنا عسكرنا زي ما محمد قال في حسن مصطفى فتره، وكان كل الكلام مستر فلافيو معايا ان انا لازم اتحمل الفتره اللي جايه لان الضغط هيبقى جامد. وكذلك لما سافرنا المعسكر بتاع اوروبا لعبنا 10 ماتشات تقريبا، انا لعبهم تقريبا كلهم، وفي اوقات فعلا كان الواحد بيجي الوقت خلاص بالزبط. المجهود عالي، التعب، الارهاق جامد جدا. كان طبعا مستر فلافي بيقعد معايا على طول بيتكلم معايا ان ده اللي هيحصل في البطوله، انت هتتعرض لضغط اكبر من كده. صحيح. مع ماتشات رسميه، مع وجود جمهور، مع ماتشات ضغط دور 8 دور، وده اللي حصل فعلا. يعني صحيح. انا عرفت قيمه اللي كان بيحصل معايا في المعسكر في البطوله، ان ده هو ده اللي خلى الواحد يقف على رجله الحمد لله لحد اخر البطوله الحمد لله. طيب توقعت وانت البطوله شغاله ان انت ممكن تاخد كاس فردي؟ انت الله اكبر ما خدتش كاس، انت خدت كاسين، احسن لاعب في البطوله واحسن معد، ونادرا لما بيبقى المعدين بياخدوا احسن لاعب، يعني دايما الضريبه هم اللي بياخدوا احسن لاعب. بالظبط. فانت النهارده عملت حاجه صعبه. هل والماتشات شغاله كنت حاسس ان انت ان شاء الله قريب ده، ولا ده ما جاش في دماغك خالص اثناء البطوله؟ بصراحه ما جاش في دماغي خالص. هو كان اقصى يعني انا كنت بفكر دايما ان احنا في الكاس الكبير ان احنا نكسب البطوله، دي كانت اهم حاجه عندي. يعني انا كنت حتى لما بتكلم مع رمضان او مع سعودي معايا في الاوضه بقول له انا نفسي اكسب البطوله، بغض النظر انا مش بفكر بقى، يعني انا الواحد بيعمل كل اللي عليه بس التفكير كله ان احنا نكسب البطوله. يعني افريقيا بقالها كتير ما كسبناهاش، وخسرنا قبل كده في مصر هنا كانت 2017 وبعد كده خسرنا في تونس 2019 يعني، وتونس خسرنا تاني في رواندا في 2021 فثلاث مرات ورا بعض. فنفسنا نرجع البطوله تاني، الواحد نفسه يعيش احساس المكسب البطوله يعني على ارضنا في وسط جمهورنا. دي كانت ده كان الحلم بصراحه، كان الهدف بتاعنا. فلما جت طبعا الجائزه الفرديه اكيد حاجه كويسه وكل حاجه، بس دي زي ما حضرتك قلت انا كمعد دي تبقى كانها للفريق كله، الناس كلها ساعدتني بصراحه، مش عايز انسى حد، الفريق كله ال 14 كلهم او 13 راجل اللي كانوا موجودين، الناس كلها ما حدش قصر، ناس رجاله، الناس ما اتحملت المسؤوليه، خاصه زي ما حضرتك قلت بعد ماتش الجزائر خساره الناس كلها قعدت، لا احنا يا جماعه ما ينفعش يبقى المنظر كده او الشكل كده، لا احنا احسن من كده، لازم نرجع ثقه الناس فينا. ومن ماتش كينيا اللي هو دور ال 16 لازم نرجع الثقه لنفسنا ونرجع ثقه الناس فينا. واتكلمت حتى مع معوض قال لي احنا يعني مش هنتكلم تاني غير بعد ما البطوله تخلص، بعد ما الكاس يبقى معانا ان شاء الله. وده الحمد لله هو ده اللي حصل الحمد لله رب العالمين. يمكن يعني ان انت تحط لنفسك هدف اثناء البطوله، ان انت يعني انا هكلمك بكل امانه، احنا يمكن بعد مباراه الجزائر الناس فقدت الثقه، اكلمك بكل امانه يعني يمكن الكلام ده احنا كنا حاسينه على متابعين البطوله، الناس قالت لك اه ده منتخب مصر كده هيتعاد نفس سيناريو 2017، ده احنا الجزائر اللي هي مش على الخريطه ومش مرشحه بنخسر منها 3-0. فانت النهارده كان عندك هدفين، انا بشكرك انت قلتهم، استعاده الثقه تاني لينا، الناس تستعيد الثقه فينا تاني، وان احنا ما نتكلمش الا بعد البطوله ما تخلص. بالظبط. كده في هدف انت حاطه لنفسك اثناء البطوله. بالظبط. هو احنا اتكلمنا بقى، يعني هو كانوا طريقين، كان في طريق سهل وفي طريق اللي هو اللي احنا خدناه الطريق الاصعب اللي هو تلعب كينيا فالمغرب فالكاميرون او تونس والنهائي ان شاء الله.
فاحنا قلنا ان البطل يلعب اي حد خلاص يا جماعه، احنا لا بالعكس، احنا ممكن الماتشات القويه اللي ورا بعضها دي تدخلنا في الريتم بتاع البطوله، احسن ما تلعب ماتش ضعيف ماتشين ضعاف ورا بعض وتلاقي نفسك بتلعب سيمي فاينال مثلا تونس او الكاميرون، تلاقي الموضوع صعب. لا كده احسن احنا ندخل في جو البطوله من ماتش كينيا ونكمل بقى ماتش بماتش لحد ما نكسب البطوله ان شاء الله. انا عايز اقول لك ان انت بتحكي لي كده سيناريو فيلم حصل وضغوط الناس مش شايفه ده. اكيد طبعا ده الناس شافت بس الكاس وبترفع وخلاص، اكيد بعد السيناريو ده كله والحوارات دي كلها والاهداف اللي كانت جوه المعسكر الناس ما شافتهاش طبعا، واكيد بعد الخساره طبيعي، دي رياضه وحصل شويه احباط والناس بدات تفقد الثقه شويه وبدا ان يبقى فيه يعني الاحباط يدخل للناس حتى في التمرين، التمرين ما كانش احسن حاجه من بعد ماتش الجزائر، بس من تاني يوم خلاص بدانا ان احنا نفوق، وكنت انا متاكد واتكلمت مع الناس الكبيره ان ما فيش حاجه هتخرجنا من الاحباط ده غير ان احنا نلعب ماتش كينيا ده كويس جدا، الماتش اللي بعد الجزائر على طول، وحصل عملنا ماتش هايل. كان اصعب ماتش ان انت خارج من خساره وبتلعب كينيا فرقه برضو محترمه وكسبانه البطوله اللي فاتت، فده خلانا بقى بعد الماتش ده فعلا الفرقه بقت حاجه تانية، بدانا ندخل بالثقه بقى. صح الحمد لله رب العالمين. وخليني اقول لك ان انت تعرضت لنفس السيناريو ده في 2015 مع النادي الاهلي، كنتوا رايحين برضو وخسرتوا مباراه وحطيتنا في الطريق الصعب ورحنا للزمالك في دور الثمانيه. بالظبط صح بالظبط حصل. خسرنا من برج ابو عريج، وتفتكر انت برضو رمضان الماتش ده؟ ايوه، وكنا قدها وقدود وعدينا، وانت كان الحمل عليك برضو يعني انت كنت شايل برضو يعني نفس السيناريو ده نفس السيناريو ده. نازل كابتن هيثم على كلام حسام، يعني بطوله 2015 دي في الاهلي افريقيا النادي او حتى البطوله دي، هو الجو اللي في الفرقه اللي خلانا يعني نقدر نقوم من ازمه ماتش الجزائر ونكسب الحمد لله. صحيح، يعني ما حدش كان يفكر في جائزه فرديه خالص، كاس هو ده بالظبط. طول ما انت باصص للتارجت ده الحاجات الفرديه الالقاب الفرديه هتيجي لوحدها يعني. صحيح. أنا عايز اشكر برضو الاتحاد ان هم كانوا الفتره اللي فاتت دي كلها يعني كانوا في ظهرنا جدا وساندينا. المعسكر اتعمل في اوروبا ده يعني ما شفتوش من 20 كتير سنه، من كتير يعني بتقولي اسابيع فرق كبيره يمكن بالظبط، حتى سلوفينيا كنا في سلوفينيا بنلعب مع تالت اوروبا، لعبتوا مع سلوفينيا تالت اوروبا بالظبط. فيعني مش عايز انسى حد، باشمهندس ياسر قمر طبعا وكابتن حسن عابد، دينامو الاتحاد دعمونا جدا، كابتن عمرو مخلوف الصراحه كنت شايفه داعم مخلوف طبعا جدا وراح مع الفرق كلها كاس عالم، كابتن تامر بيبرس طبعا كان معانا رئيس البعثه في الفندق، ما حدش طبعا عارف كان بيعمل ايه لكن هو كان معانا كل يوم في الفندق، فقدرنا نتغطي الازمه بتاعت ماتش الجزائر ولمينا بعض وحسينا ان الناس في ظهرنا. يعني اللعيبه طبعا كان ليها دور لكن برضو الاتحاد والناس المسؤوله كان ليها دور كبير، اللي احنا عملنا اجتماع وقلنا خلاص دي رياضه وبتحصل، السكه بقت اصعب شويه، السكه مش سهله بس يعني المكسب يبقى احلى والرجاله كانت قدها.